جعلنا ما نبخس الناس ونشوف العيوب ولا يجي من دون حاجاتنا وجه كريه. من يشوف الناس عريا يشاف بدون ثوب يلا في حسن النوايا وفي العرض النزيه ما يعكر جوك الا اللي صرت محسوب واجبرك سوى التصرف على اللي ما تبيه. ابتلشنا ابتلشنا في نفوس العرب من كل صوب مالنا لنكتم الصدر واللي فيها فيه لا خلصنا من وجيهنا تقلبها القلوب ما خلصنا من قلوب تقلبها الوجيه. يا صديقي في السناب وصديقي في القروب النصيحة تنشر بالريالة وبالجنيه خل نصف هروج ربعك تطير مع الهبوب جامل العاقلة ولا تجرح شعوره السفيه. وانبلاك الله بخبلنا يبي حك الجنوب اتركه ما هو بلاغها ولا انت بسبويه غير الموضوع ما انت على رد مغصوب ليه يوم تحط راسك براسه ليه ليه. مشكلة بعض العرب مشكلة بعض العرب في ارتكابه للذنوب كل يوم يتوب من ذنبه ويعود عليه ود كنا لادمي لا طرق سمح الدروب ما يعود للمكان المريب ولا يجيه.